أكبر. طلوب؟ أعوذ بالله. نعم. بدي أحكي معك كلمتين ضروريات. خير إن شاء الله. قولي غارتكن على الضابطية؟ وليش عم تسأل السؤال؟ هيك بدي أعرف. بدها شي كم يوم. ها لكن ليش كان عم يقولنا صار انه بكره في تعب كثير؟ ايه معلوم في تعب، لانه بدنا نتمرن على خيل وخلافه. ايوه هيك لكان. رضا روح طير مي وفوت نام. مالي نعسان، فوت انت نام وانا بقعد بدالك. حبيبي هلا دوري بالحراسه ولا يمكن تغمض لي عين، فهمت؟ اصلح بنقعد نتسلى مع بعضنا. طيب هات سلينا نشوف. قولتك رح كون معكم بالغارة على الضابطية؟ هلا هاي تسلاية؟ أخي إذا بدك تعرف جواب هذا السؤال بدك تسأل نصار بذات نفسه. طلوب بيستر على حريماتك أنت احكي لي معه. لك رضا إذا بترجع الحارة ما أريح لك من هالعذاب هاد؟ لا هون أريح لي وأحسن لي، بس أنت احكي لي مع نصار لأنه بيسمع منك وبيحبك. خلص راح أحكي لك معه. لك يقبرني ربك ما أحلاك. تكرم عينك ابو الروض، يلا فوت بقى نام. مو على عيني، رح نام دغري.